دكتور ماهر، سأترك لك المجال كي ترد على ملاحظات الدكتور شرقاوي، وهي ملاحظات في غاية الوجاهة، لكن قبل ذلك قل لي، حينما استمعنا قبل أقل من ساعة للسيدة كمالا هاريس في نورث كارولينا وهي تقول سنمنح كل أمريكي الفرصة لامتلاك منزله، امتلاك منزلي، سنمنح كل أمريكي الفرصة لبداية مشروعه التجاري أو الصناعي، بيزنس يعني، امتلاك، من أين ستأتي بالمال يا أخي؟ أولا تحياتي لك ولمستمعينك الكرام، وتحياتي إلى صديقي العزيز ماك شرقاوي. نحن أصدقاء ولكن نختلف في السياسة والتوجهات، وهذا هو أنبل وضع ممكن يا دكتور حبيبي. أولا أنا أختلف مع ما طرحه زميلي ماك. هي ذهبت لتصافحه وقالت اسمي كمالا هاريس، لأنه قبل المناظرة قال أنا مش عارف شو اسمها، كمالا كمالا كمالينا كماليلو كماليلو، فطرح هذا الشيء، فمن خلال هذا المنطق فقط راحت. بس ما تنكرش يا دكتور ماهر، حلوة كمالولو، حلوة جدا كمالالا أحلى. فهي راحت وكانت هذه البداية لاستفزازه أولا. ثانيا قضية الكلاب، من أثار الإشاعة هي أحد مساعديه سينيور أدفايزر، اليوم جابوا صورتها على الطيارة تنزل من الطيارة في أثناء ذهابه إلى حملة انتخابية، وهي من أثارت هذه الدعاية عن أن الهيشن اللي من هايتي، المهاجرين من هايتي، بيأكلوا الكلاب والقطط. بعد أن أثارتها على الفيسبوك رددها فانس اللي هو نائب مرشح لنائب رئاسة، ومن ثم هو طرحها. لماذا طرحها؟ لأنه هو يعتمد على إثارة قضايا في الإعلام من أجل أن الإعلام يظل يرددها، زي في المرة السابقة عندما أثار أن هناك جيوش مجيشة من السجناء والمخدرات الآن يزحفوا إلى أمريكا. هذا خطابه الختامي في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، هذا ما تشير إليه يا دكتور. صحيح، فهو يعني معروف عنه هذه القضايا. لكن أنا بدي أعطيك ثلاث شغلات. أولا ردا على، بدي أتكلم ببساطة عن القضية الاقتصادية. هنالك رجل بروفيسور معتبر جدا جدا اسمه غريغوري غور، مدير مركز هانلي للديمقراطية وأستاذ بقسم العلوم السياسية بجامعة ميامي في فلوريدا، قال أن الفائزة الواضح في هذه المناظرة هو نائبة الرئيس هاريس، لقد قامت بعمل ممتاز في شرح خططها بشأن القضايا الاقتصادية والقضايا الخارجية، وترامب لم يضبط نفسه ولم يستطيع الرد عليها بأي شيء، وفي النهاية ذكرته أنها هي ليست ببايدن ولا بترامب، وإنما هي كمالا هاريس اللي جاي من الجيل الجديد، الجيل الذي يريده الشعب الأمريكي. أنا قبل هذه المقابلة ذهبت وطلعت على بعض الإحصائيات، هنالك ثلاث إحصائيات استطلاعات للرأي كان معتمدة. في هذه الاستطلاعات، أحد الاستطلاعات بيقول إنه هاريس 49-44، الثاني بيقول 48-47، والثالث بيقول 47. دكتور ماهر، أنا أعرف كم أنت محنك يا سيدي، أنت محنك والله، وتريد أن تنسيني، تريد أن تنسيني السؤال الأصلي. السؤال الأصلي يا دكتور، وهو سنمنح كل أمريكي الفرصة لامتلاك منزله ولبدء بزنسه، لبدء مشروعه. صحيح. سنخفض الضرائب ب50,000 في السنة، لن يكون هناك طفل أمريكي جائع في عهدي، من أين ستأتي بالمال في بلد مدين ب35 تريليون دولار؟ أولا يعني أعتقد اللي قالته بسموه out of context، يعني خارج عن الإطار الحقيقي له. أنا نعم، والله والله يا دكتور ماهر استمعت إلى السياق، أنا استمعت إلى كل كلامها لأنه عرض على الهواء. اسمح لي بس. تفضل. هي قالت ستخفض الضرائب 20%، وقالت هي ستمنع من يريد أن يشتري بيتا 50,000 دولار
معفاة من الضرائب. يعني بمعنى آخر، إذا أنت بتشتري بيت وبدك تدفع عليه ضرائب هائلة جدا جدا، أول 50,000 دولار معفاة من الضرائب. كما قالت أنها ستساعد كل عائلة عندها طفل بمبلغ 6,000 دولار لهذا الطفل اللي بسموه child support. نعم. بمعنى إذا أنت بتعمل 100,000 دولار بدهم يقيموا أول 6,000 دولار. هل ما تتصور يا دكتور ماهر أنها تلجأ إلى الأساليب الغامضة في التعبير لأسباب انتخابية؟ يعني أنت حين شرحت الآن أنا اقتنعت، يعني هذا كلام أقرب إلى العقل ما شرحته أنت الآن. نعم. لكنها حين قالته قالته بغموض، ربما لأسباب انتخابية لكي تضحك بين قوسين على بسطاء العقول. يعني أنا لا أعتقد، يعني هذا المفهوم الإعلاميين في أمريكا ومذيعي التلفزيون حادين جدا في الانتقاد وينتبهوا على كل كلمة يقولها المرشح سواء هاريس أو ترامب، ويعني بيقولوها بشكل، وبرجعوا إلى قضية مصادرها ومصادر هل هي حقيقية أو غير حقيقية. نعم. يعني مثلا CNN قامت بإجراء بسيط أنه كم مرة كذب ترامب في المناظرة تاعه ووصلوا إلى لائحة من 33 كذبة. وقالوا في خلالها أول مرة مرشحين للرئاسة الأمريكية بيطلعوا أمام الجمهور وبيكذبوا، لم تحصل في تاريخ أمريكا إلا مرة واحدة على زمن اللي نزل ضد هذا كارتر، كيف؟ فيعني وكان مجازا، هو لم يكذب ولكن أعطى معلومة. وفي رأيك كم كذبة كذبتها السيدة هاريس؟ كذبت عدة مرات، ولكن كذبها جاء في سياق تحليلي وليس إنه أبيض وأسود. نعم. كما قال. نعم. إنه بيأكل الكلاب ولا كان. يا دكتور ماهر، هذه عين المحب، أنت تنظر إليها بعين المحب.